يمكن صار الوقت الناس اللي أسعفها سيمون هي تسعفه هلأ. حرك كلام شقيقه قلوب كثيرين، فبعد التقرير الذي أعدته الام تي في عن المسعف سيمو بدوي المريض باللوكيميا والذي يحتاج إلى عملية زرع نخاع عظمي، استجاب الخيرون. مركز سرطان الأطفال بلبنان بغطي المرضى لعمر 18 سنة، بعد 18 سنة بتصير هالتغطية بتوقف. إدارة بمركز سرطان الأطفال قرروا استثنائيا في حالة سيمون بدوي، نظرا لحالته الطبية ونظرا للجهود الكبيرة يلي عملها سيمون بدوي بحقل إسعاف الناس، إنه يتغطى تكاليف زراعة النخاع العظمي لحتى نعطيها الفرصة لإله. وإن شاء الله نحن بنتأمل إنه بوجود أخ مطابق لإله الزراعة بتتم بنجاح. بشرى أخرى لم تتأمن فقط تغطية كلفة العملية، إنما كلفة العلاج أيضا. سنوات تأمن قسم منه بفضل التبرعات من مختلف أنحاء العالم، أما القسم المتبقي فأخذت مؤسسة خلف الحبتور للأعمال الخيرية على عاتقها تغطية كلفته. وهكذا أعلنت عائلة سيمو وقف حملة التبرعات لتستعيض عنها بحملة شكر لكل من ساهم في مساعدة ابنها. تأمن المبلغ، ويبقى طلب أخير للعائلة، صلوات وتضرعات من أجل نجاح العملية لمسعف بطل يستحق النجاة.